عندما لا تشعر اليتيمة باليتم. هذه الجملة المعبر أو العنوان الصحفي المحتمل حصل مع زهرة، فتلك البيئة المتشبعة بالمبادئ والأخلاق الرفيعة في جدة القديمة فعلت ذلك، بل تجاوزت ذلك وأكثر، لأن حولت اليتيمة من طفلة متأخرة خطوة عن بنات عمرها إلى متجاوزة بخطوتين أو أكثر. في قصة زهرة تشع الأم وتتجلى قدراتها، تستمتع بتلك العلاقة بين أم وطفلتها، تشاهد كيف يمكن أن تمتزج الأمومة والحنان بالحزم والتربية، بدلال اللحظة والشدة من أجل المستقبل. إنها الأم المدرسة، تلك التي تحدث عنها الشاعر العظيم حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. لما صار عمري 6 سنين وجاء تسجيل المدارس، دخلت المدرسة، دخلت أمي ودتني الله يرحمها سنة أولى ابتدائي، ووقفت في الطابور ودخلت الصف وسعيدة مع زميلاتي قريناتي اللي من جيلي ومن سني 6 سنين، وأبلة كانت لذيذة جميلة أفتكرها لليوم. هذا كان اسمه أبلة نجاح فلسطينية، الله يذكرها بالخير إذا كانت موجودة، ولا إذا توفت الله يرحمها. وكنت واقفة عريفة على البنات. لما خرجنا أعطونا الكتب، كتب سنة أولى، فجيت البيت جاء أخويا طلع كده في الكتب، قام قال: إيش هذا؟ ليه سنة أولى؟ قلت له: أبلة ادتني. قال: ليه؟ لا، راح هو كان مدرس، راح كتب خطاب لأمي، قال لها: روحي وديها بكرة للمديرة، هو في الصباح يوديني بالدباب. أنا أركب كده وراه الشنطة، يا سلام متعة. فأمي راحت ودت الرسالة للمديرة، المديرة قرأت الخطاب، نادوني من الفصل، جيت شفت أمي فرحت، يعني قلت يمكن تبغى يعني نروح البيت. قاموا قالوا لي: أقري. قريت، أكتبي، كتبت، أتملي، تمليت حساب، كان أيام الأعداد المنتسبة، قرش هللا قرش ريال، يا ربي حليت قسمة ضرب ما أدري. قامت قالت المدير: خلاص ودوها سنة ثالثة. سنة ثالثة إيش هذه سنة ثالثة؟ بنات كبار كبار مرة في السن، وما في يعني ما أعرفهم ولا حبيتهم ولا حبيت أبلتهم. فكنت كل يوم أشرد من طابور سنة ثالثة أوقف طابور سنة أولى، يقوموا البنات يفتنوا علي، تيجي المراقبة من إذني تسحبني وتوقفني على الطابور، طبعا عشان انا اكثر واحده توقفني قدام، وخلاص انا على مراه من امامهم يعني ما اقدر اتحرك. كانت اصعب مرحله في حياتي، صعبه صعبه جدا، المناهج ما هي سهله وماني مستوعباها، لكن اخويا وامي وهنا وكل كرس جهده على انه بس يخلوني اجتاز المرحله هذه. أنا أعرف أقرأ وأكتب وإملا وهذا حاجات كثيرة، بس يعني في مواد مرة صعبة زي علوم زي حساب مدري كذا، والله الحمد لله يعني نجحت اجتزتها، ما أعرف أظن نجحت يعني ما مو بتفوق، يمكن جيد جدا جيد ما أعرف كيف، لكن من بعدها الحمد لله يعني بدأت أركز وكنت الحمد لله على طول من الأوائل.